كيبان ليا لو سين ديال الضيف المفاجأة كي كلينيوتي. في نظرك شكون الضيف المفاجأة ديالك اليوم في نظرك؟ يا خويا الله أعلم. الله أعلم. واحد القناوي صغير جاي في الطريق ياك. واحد المعلم صغير قناوي اللي هو الولد ديالك. تصفيقات حارة عليه. صافا لاباس؟ مرحبا. شكرا. شخبارك؟ بخير. اشنو سميتك؟ حسين. واه ضرب بالجد. حسين. لا بالجد. حسين. حسين. واه. كي داير حسين صافا؟ بخير. لا واه بالجد. كي داير صافا؟ بخير. لا لا. صافا؟ بخير. لا 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 عافاك. صافا؟ بخير. راح حداك. شكرا. عرفتي علاش؟ انا عارف حيت عندنا جوج ميكروات الثالث خاسر شويه ناقص فيه الصوت دونك كل ما جهتي كل ما صافا بخير. لا صافا بخير. كنضحك معاك تبارك الله عليك. نهار كبير هذا. شكرا. مرحبا بك عندنا. شكرا. الولد ديالك هو كيتعلم شويه ديال كبر في وسط القنابر وفي وسط القراقب وفي وسط الليالي. بخير. كيهضر معاك السهرات حفلات؟ لا متبع قريته. تبع قريته ولكن كيتعلم. كيتعلم هو سبحان الله العظيم. نقول لك قضيه ما تصدقاش. و مصطفى بقبول الله يذكره بخير كان قدم له تحيه من هذا المنبر. كان ديك الساعتين لا تزاد حسين كان تزادوا تويمات هو اخته. اول ما شلنا له الصبع ديالو جبرنا صبعو دايرها. تزاد بصبعو دايرها هكا سبحان الله العظيم. يعني موجد العزف. موجد. قال لي يا مصطفى سبحان الله العظيم شوف الصبع ديالو كي داير. قلت له هو ولد الوزع عوام كما قال. إذا جا عندك ولدك مثلا وقال لك بغيت ندخل على القرايه ونتبع انت قناويت؟ لا ما تبغيش؟ لا نهائيا. لا حتى انت ما تبغيش؟ لا. اجي كتعزف شويه ولا والو؟ على هذا؟ خصني نجيب لك شي حاجه قدك. لا 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 ماشي مشكل. ماشي مشكل. تعلم فيه هو كيتعلم فيه. هذا مزيان. تسمعنا شي حاجه؟ ان شاء الله. الله تبارك الله عليك. تصفيقات على حسين. يا بدي سبحان الله.
ياسر ياسر. جلس حلفت جلس سبقوا علي حسين تفضل. انا بعدا عجبتيني والله الا عجبتيني نوباتي وغنيتي على المعلم القصري. تفضل سولني الا بغيتي تسولني شي سؤال. سولني لا انت سولني انت قول لي شي سؤال. ها اللي بغيتي قول لي شنو سميتك. شنو سميتك؟ ويلي ما عرف سميتي. الله يحفظه الله يحفظه الله يخليه لك. الله يخليه لك.